بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة الموافق 30/7/2021 وصلت الدفعة الثانية من لحوم سكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف كنا وقدرها 4 طن. اليوم الجمعة الموافق 20 ذي الحجة لعام 1442 الموافق 30 يوليو 2021 يتم استلام 4 طن من لحوم سكوك الأضاحي. تستقبل مديرية أوقاف الأقصر الدفعة الأولى من لحوم سكوك الأضاحي اليوم الجمعة 30/7/2021.